احنا جايين هنا عندنا شيء مشاكل اللي نطرحهم ونوصلهم للرأي العام والجهات المعنية، رئيس الجمهورية ووزير الصيد. نتكلم عن أخبار هذه 15 يوم اللي أصلاً معطية للصيد التقليدي اللي عاد لا ينكحز لها اللي بقيت 7 أيام، أي ضارة بهذه المخالق، هذا القطاع، خاصة الصيد التقليدي من اللي عايشين فيه مئات آلاف الأسر من هذه الأسر الضعيفة، وينقرج لها عاد في صالح هذوه اللي باتوا الكبار والشرايك الأجنبية، ونختار القرار يرجع عنه. واحدة أخرى ما هي ذيك، عندنا مشكلة مولي ذو الفالي اللي دون كين زمت فوكاتور زمت أصلا من الصيد التقليدي، وعاد لا ينقاس بهم الصيد الصناعي، وندارت عليهم ضريبة 800 فوقية، وهذا اللاكف اللي عاد ينقال لهم وقف وتوف. الثاني اللي طم قاع وكبر من الشيء كامل، عندنا أزمة الفضاء، الصيد التقليدي الموسم الماضي العاقبنا اللي 3 أشهر اللي خلي فيه من الشغلة كامل كان لا الدين، لا كانت الناس ترفد حيوانها وتعطي شيء من رجال الأعمال، يعني يضاركات أيام يسال فيهم 200 مليارين من لوقية، والناس ما عندها حديد 5 وقيات دايرة بها إصاص ولا شارية بها راسيون ولا قاد تجيب بحارتها، وعندها قدر المشاكل اللي ذنبتهم. طارك مناش دين رئيس الجمهورية ووزير الصيد عليهم يرجعوا عن هاي قرارات التعسفية اللي ضارة بهاي المخالق الضعيفة أساساً لصالح شي من لوبيات فمات إياها ورجال الأعمال، ومطالبين عنهم ينصفوا ذا الخلق الضعيف يكانوا قد يعيش جاب رصيفة قاد يستغنى عنهم بيها ماشي بالتعاضل، خاصهم أعلنهم يوقفوا معاه ما يعطوه قاع شيء ألا أنهم ينصفوا ويصنوا له حقوقه.